بتقدم شركة ماك ماكينة الفايبر ليزر ماركينج إنتاج شركة اتش جي جلوبال، واحدة من شركات مجموعة اتش جي تك، وهي من عمالقة صناع الليزر في الصين، وبتساهم بإنتاج 50% من احتياج السوق في هذا المجال، وليها معامل تطوير الليزر الخاصة بها في استراليا ومركز البحوث والتطوير في سيليكون فالي في أمريكا. المكنة مصممة للنقش على جميع أنواع المعادن، نقش دائم وبأي شكل، كتابة أو صورة أو رسمة أو شعار، وكل ده ممكن تنفذه على البرنامج الخاص بالمكنة أو برنامج تصميم خارجي بالنسبة للتصميمات الأكثر تعقيدا، وبعد كده تنقله للمكنة وتنفذه. بالنسبة للورش والمصانع، ممكن تستخدم المكنة دي لنقش بيانات زي الكيو آر كود أو البار كود على المنتجات مباشرة، أو لعمل بطاقات تعريفية وتعليقها على الماكينات. وممكن تستخدم المكنة دي للنقش على المعدات والأدوات الطبية والمشغولات الفضية والذهبية ولوحات الدوائر الكهربائية، أو حتى قطع المعادن الرفيعة لصنع حلي وميداليات. وبالنسبة للأفراد اللي ما عندهمش ولا شركة ولا مصنع ولا ورشة، ممكن يستفيدوا من المكنة دي في أشكال لا حصر ليها، زي إن هم يعملوا منتجات كتير ويبيعوها، زي الكروت الشخصية المعدنية أو معلقات معدنية على الحوائط، أو الجوائز والدروع وميداليات والإكسسوارات، وأفكار كتير ملهاش حدود. باختصار، هي مكنة متعددة الاستخدامات، تعتبر في حد ذاتها مشروع متكامل مستقل، مش محتاجة أي خبرة ولا رأس مال كبير، وممكن تحطها في أي مكان حتى لو في البيت ومش محتاجة أي كهرباء مخصوص، ممكن تشتغل بكهرباء البيت العادية، ومفيش حدود للي ممكن تعمله بيها. مميزات المكنة بتاعتنا: صغيرة في الحجم وسهلة الحركة، فهي مكنة متنقلة. البرنامج الخاص بتشغيل المكنة سهل الاستخدام ومش محتاج أي خبرة سابقة. المكنة ما بتحتاجش أي صيانات. كفاءة المكنة عالية، فهي استهلاكها منخفض للطاقة وتكاليفها محدودة جدا. الإنتاجية عالية، وده بيضمن لك إنك تسترد رأس مالك في أسرع وقت ممكن. المكنة ملهاش أي مستهلكات. العمر الافتراضي طويل، يصل لمئة ألف ساعة. جودة شعاع الليزر عالية، وده مناسب لتنفيذ أداء النقوشات. طاقة الليزر مستقرة ومعدات اعتمادية، وده بيضمن لك ثبات مستوى النقش. المكنة بتعمل بتبريد الهواء. عندنا موديلات مختلفة للمكنة بمساحات نقش وقدرات متفاوتة. وعندنا برضو جهاز روتري، وده ممكن توصله بالمكنة للنقش على الأجسام الاسطوانية. بتقدم شركتنا خدمة ما بعد البيع، وعندنا برنامج لتأهيلك وتدريبك على كيفية تشغيل المكنة واستخدام البرنامج الخاص بيها بالطريقة اللي تناسب شغلك. تقدر تتواصل معنا وتقول لنا أكتر عن منتجك، وإحنا هنرشح لك الموديل المناسب ليك. وكمان ممكن تبعت لنا عينة من منتجك نختبرها وننفذها على الطبيعة، تشوف المنتج قبل ما تشتري المكنة.